تغيير اليقين من المخلوق إلى الخالق، تغيير اليقين من الدنيا إلى الآخرة، تغيير اليقين من الأسباب والأشياء في أنها تفعل وأنها تؤثر، إلى اليقين بأن الأعمال الصالحة هي أسباب للتغيير، بل هي أسباب يقينية للتغيير. هذه كلها من مقاصد لا إله إلا الله. خلونا نتكلم قليلا حول الموضوع وننظر ما نصيبنا نحن من لا إله إلا الله، ما المكسب الذي كسبناه نحن في حياتنا. هناك مكاسب أيها الأخوة الكرام، هناك مكاسب دنيوية وأخروية نكتسبها نحن ننتفع منها من لا إله إلا الله، لكن بسبب هذا التغييب لهذه الحقيقة أو عدم الحديث عنها نحن نغفل عن أن ننال هذه المكاسب العليا والمقاصد الكبرى من لا إله إلا الله. اليقين الفاسد في القلب إيش أقصد به؟ يعني الاعتماد والتوقع والتصور والعيش في الحياة في جزئية مثلاً الاعتماد على المخلوق أو اليقين على أن هذا المخلوق يغير ويؤثر ويفعل ويضر وينفع ويعطي ويمنع ويرفع ويرفع ويخفض ويعز ويذل ويتحكم ويتصرف ويزيد في الرزق يبسط في الرزق ويقلل ويضيق في الرزق المخلوق. ما الدليل الذي يدل على أن يقينك على المخلوق في هذه الجزئية وليس يقينك على الخالق؟ نتكلم الآن عن مقاصد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. ركزوا معي، الله تعالى يقول في سورة يحفظها الصغير قبل الكبير، خلوا أموركم شيء تشاركوا معي قليل، قولوا معي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معي استوى كذا، معي استوى الجبل الأخضر، ما شاء الله الجبل، رجال الجبل، قولوا من الجبل، أخوان الجبل، يعني مرة أي واحد ينود وحد كذا ما تمشي الأمور. ما صحيح الشيخ حمزة؟ ما يستوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوكي ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة القصيرة في ألفاظها العظيمة في معناها والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن وفيها الكثير من البركات والمنافع. الأحدية هذه ما نصيب قلبي وقلبي نصيب قلبي وقلبك من الأحدية لله تعالى في هذه الحياة إيش يعني؟ يعني الله يقول قل هو الله أحد، إيش المطلوب؟ هل المطلوب قل هو الله أحد أحد في العقل؟ يعني ينزل في عقلك أن الله أحد واحد أحد وخلاص ينتهي الموضوع. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لأجل أن تغير التصور العقلي فقط بين المكان يعبد الأصنام يعبد الله وحده في العقل فقط، أو هناك تغيير في القلب؟ هناك تغيير في القلب، تغيير في القلب بحيث لا يلتفت إلا إلى الأحد ولا يطلب إلا من الأحد ولا يستعان إلا من الأحد ولا يعبد ولا يتوجه إلا إلى الأحد ولا يخشى ولا يخاف إلا من الأحد. الأحد يخلق غير الأحد لا يخلق، الأحد يرزق غير الأحد لا يرزق، الأحد ينفع غير الأحد لا ينفع، الأحد يضر غير الأحد لا يضر، الأحد يعطي غير الأحد لا يعطي، الأحد يمنع غير الأحد لا يمنع، الأحد يرفع غير الأحد لا يرفع، الأحد يخفض غير الأحد لا يخفض. يعني يرزق وحده، يخلق وحده، ينفع وحده، يضر وحده، يعطي وحده، يمنع وحده، يرفع وحده، يخفض وحده، يفعل في الكون وحده وغيره لا يفعل أي شيء، لا يرزق أي شيء، لا يعطي أي شيء، لا يمنع عن أي شيء، لا يتحكم في أي شيء غير الله، لا يتحكم في أي شيء. واتخذوا منه آلهة. إيش حقيقة كل ما يمكن أن يتوجه سواء كان عبودية وألوهية بمعنى العبادة وترك الدين، أو الألوهية والعبودية بمعنى القصد لغير الله سبحانه وتعالى؟ فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم
التوجه القلبي هذا أهم. واتخذوا من دون الله آلهة ما الله يحقر كل من سواه، لأن هذه الحقيقة كل من سوى الله لا يستطيع أن يفعل أي شيء، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هم يخلقون، فكيف تتوجه للمخلوق الذي ليس بيده أي شيء؟ وهم بالضبط، هكذا وهم، غير الله وهم أن يعطيك شيء، أنت لواهم تعتمد على وهم. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم، شوف هذه الآية أو هذا المقطع من الآية، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لأنفسهم لا يملكون، فكيف تتصور هو يملك لك أنت شيء؟ هو نفسه لا يملك، هو لنفسه لا يرزق، هو الضر عن نفسه لا يستطيع أن يدفع، فكيف يمكن تتصور وتتوقع وتثق وتتيقن حسب واقع حياتك، حسب واقع حياتك أن تطلب منه تتوجه إليه؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون، قل لا يملكون يعني لا يملكون، الله لا يبالغ، الله لا يبالغ، لا يوجد في القرآن مبالغة زيادة عن الحقيقة، ولكن نحن كم وصل إلى قلوبنا شيء من نور هذه الحقيقة، من قطعية هذه الحقيقة، من اليقين على هذه الحقيقة. لا يملكون، ينفي أن يملكون لأنفسهم شيئا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، ما يملك، كل من سوى الله ما يملك، لأن كل من سوى الله مملوك، كل من سوى الله مملوك وتصرف به، كل من سوى الله في الأصل عدم، قدرته عدم، فعله عدم، تصرفه عدم، نفعه لك عدم، ضره المتوقع عدم، طيب هو يفعل، سوى لي واسطة، وظفني، أعطاني، منع، الله أذن، والله يختبر إيمانك فيه، يختبرك ويختبره، لأن الله سبحانه وتعالى لو نزل حاشا الله وجل وعز ورأيت بعينك فعل الله لما كان الإيمان بالغيب معنى، ولذلك يوم القيامة أيها الأخوة الكرام يوم الإيمان واليقين الكامل، لماذا؟ لأن كل شيء سيظهر، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار مالك يوم الدين، في الدنيا كيف؟ أيضا لا يملك غيره، لكن في الدنيا اختبار وابتلاء، فترى غير الله يتصرف، ترى غير الله يعطيك، ترى غير الله يسوي لك واسطة، ترى غير الله تعالى ينفعك حسب الظاهر، اختبار وابتلاء، كيف هذا الإيمان بالغيب ينزل في القلب على وجه الحقيقة واليقين؟ لذلك حاجتنا إلى هذا الكلام أيها الأخوة الكرام في غاية أهمية، كثرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال الوحي المتتابع في قضايا التوحيد أنزل في قلوب الصحابة التغيير، فأصبحوا يتوجهون إلى الله مباشرة ويعتقدون الاعتقاد الكامل بأن كل من سوى الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يفعل أي شيء، ولا يستطيع أن يرزق، ولا يستطيع أن يعطي، ولا يستطيع أن ينفع، فتوجههم مباشرة إلى الله، عظم هذا الإيمان واليقين الكامل في قلوبهم حتى عندما فرضت الصلاة فرح الصحابة، فرحوا واستبشروا، قالوا قضيت حوائجنا، قضيت حوائجنا، خلاص لن نتصل بالله مباشرة، نطلب من الله مباشرة، طول العهد بهذه الحقائق وعدم ذكر هذه الحقائق وتغييب هذه الحقائق وتصور بأن هذه الحقائق موجودة في الذهن فلا تحتاج إلى ذكر، جعلتها قضايا مهملة مغفلة ومنسية في الذهن، فينسى الخالق ويتوجه إلى المخلوق، ينسى الرازق ويتوجه إلى المرزوق، ينسى المالك ويتوجه إلى المملوك، واقع هذا واقع، واقع، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالغ، يقول لك اسأل الله مباشرة، توجه إلى الله، اطلب منه، ما تطلب منهم بالدعوات، يعني الدعوات التقليدية إذا صح التعبير أو الأدعية المحفوظة، أنك تحفظ تدعو بعض الأدعية، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، ولما تحصل لك مشكلة تنسى الله وتتوجه للمخلوق،
لما يحدث عندك إشكال معين تكون محتاج لوضع معين، محتاج لمال، محتاج لدفع ضر، محتاج للشفاء، محتاج للعلاج، عندك ضائقة معينة، اسأل نفسك الآن عمرك كم مثلا؟ اللي عمره 20، 30، 40، 50 وزيد وناقص، زيد وأنقص، اسأل نفسك أنا وأنت ألمت بنا ملمات كثيرة في الحياة، طبيعي ألمت بنا ملمات، أحداث، أحزان، كروب، هموم، غموم، ضوائق مالية، نفسية، عائلية، أسرية، اجتماعية، في الدوام، في العمل. كم مرة لما مرت عليك شيء من هذه الضوائق توضيت وفرشت سجادتك في البيت وصليت ركعتين تطلب من الله مباشرة، مباشرة، يا رب ظروفي صعبة، يا رب ارزقني، يا رب اعطيني، يا رب ادفع عني الضر. واقع عملي ليس شيء مكفن، الله ما يريد دين مكفن، ما يريد لا إله إلا الله معلبة، يريد لا إله إلا الله حياة تنبض من حياة كأنها كائن حي، هكذا تتفاعل مع الحياة، تتفاعل مع الواقع، تتفاعل مع تفاصيل وتضاعيف هذه الدنيا، هذه الحياة وهذا الكون، وترى كيف الله تعالى يرزقك، وترى كيف الله تعالى يعطيك. أذكر، أقول هذا لا تفاخر، لكن أذكره من باب التدارس والتعليم لي ولكم. سمعتم كلكم أن دشنا من حوالي 6 أشهر يعني وقف القرآن وعلوم الشريعة، سمعتوا عنه؟ انتشر كثير، مشروع ضخم، وقف القرآن وعلوم الشريعة يخدم عمان كامل، يعني قوام هذا الوقف 1,600,000. ففي يوم من الأيام للتدشين الله سبحانه وتعالى ذكرني بهذه الحقيقة من فضله وكرمه وجوده، وإلا أنا ضعيف. فأنا مشتغل مع الإخوة في التدشين والحفل، هناك بعض المشايخ، بعض الحضور وهكذا. فقسمت الطلاب معي في السكن إلى زوايا، من زوايا في المسجد. قلت لهم نحن الآن ندشي هذا الوقف، لكن نحن ما نستطيع أن نستجلب ريال واحد من أي إنسان لأن يدفع في هذا الوقف، لأن هذا الوقف يحتاج إلى مال، والأموال على وجه الحقيقة واليقين هي من خزائن الله. الله يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالله يأذن، نحن ما نستطيع أن ندخل قلوب العباد ونقنعهم أن يتصدقوا عن هذا الوقف، ليس لنا نحن، وإنما بخدمة الإسلام، خدمة الدين، خدمة علوم الشريعة، خدمة القرآن الكريم. فأنت تكون في هذه الزاوية، وأنت تكون هنا، أنت تكون في الذكر، أنت تكون في الدعاء، تتوجه إلى الله. والله سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه كانوا طول الوقت في حفل التدشين هم في الدعاء والتضرع، نحاول ندرب أنفسنا. من القصص واللطائف أن كنت مع سيد الجليل وشيخ المربي صاحب الفضل علي وعلى كثير من الناس في هذا الوطن، الشيخ محمد الصوافي حفظ الله تعالى. فمن اللطائف اللي ذكر على بعض الإخوة، بعد الشهر أو هكذا قلت حالشيخ، أقول له جلسة خاصة هكذا، قلت له نريدك يعني لما يجيك حد من أهل الغنى واليسار وهكذا توجهه صوبنا، أنه عنده مشروع كبير، ساقي واحد منهم يدي صوبنا يعني. فالشيخ ضحك يعني، فقال يقول دبروا أموركم بعد كم، صرفوا أموركم ويجينا نبغاه حالنا. الشيخ عنده أعمال وعنده مشاريع كثيرة. فمن أي هذا الكلام من مدة، من حوالي 6 إلى 5 أشهر هكذا، فقبل بداية فصل دراسي حوالي أسبوعين زرت الشيخ مرة، قلت الشيخ تذكر لما قلت لك عن المشروع وكذا كذا؟ قال نعم. قلت له بشرك الآن مشروع يقارب المال المرصود 1,000,000 ريال. فالشيخ تعجب، قال كيف أنت مو سويت كيف يعني كيف كنت ذي الأموال؟ كورونا ما قد العبارة، لكن الناس كانوا يقولوا كورونا ما كورونا وشركات فيها عجز ونقص وهكذا. نحن ما نفعل، نحن ما نعطي، نحن ما نرزق، نحن ما نستجلب أي شيء،
الله وحده. توجهوا أيها الأخوة الكرام إلى الله، هذه نعمة. أنت مسلم، أنت تعيش في نعمة، نعمة عظيمة. أن لك رب يسمعك، أن لك رب يعطيك، أن لك رب يدفع عنك الضر، أنك رب يرزقك، أن لك رب يسمع أنين وآهات ضميرك وحناياك، حتى الذي لم تنطق به يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ليس فقط في جانب المراقبة لله وجانب الخوف من الذنوب والمعاصي، نعم، لكن أيضا يعلم ما تحتاج إليه. رب كريم، رب رحيم، رب لطيف عطوف، يكرم عباده، يعطي حتى الكافر. فكيف المسلم؟ كيف المؤمن؟ فما بالنا ما نتوجه إليه؟ ما بال اليقين عندنا ضعيف؟ مرة كنت في فترة قريبة من الأيام مع بعض الإخوة، فقالوا عندنا مشكلة في إحدى المؤسسات هكذا خيرية على كل حال، وقلنا نريد أن تتكلم حد، سمعناك أنك تعرف حد. هو يقول لي من الإخوة الطيبين لكن باب هكذا، فتعرف حد يعني معنا طبعا مسؤول الوحدة وزير أو هكذا. فقلت لهم الوزير المسؤول الوحدة ما أعرفه، لكن أعرف حد بيده كل شيء، أطلبه هو، أتوجه إليه هو، أسأله هو. ويكون من يكون الوزير؟ يكون من يكون مسؤول؟ إن أذن الله سيتيسر الأمر. هو ما يفعل لنفسه شيء، ما يستطيع أن يقدم أو يؤخر لنفسه أي شيء. فبعض الشباب يقولوا صح عارفين لكن نبين نتكلم عارفين إن الله لكن نبين نتكلم. سبحان الله، يعني كأنه يعني مقطوع به معلوم لكن ما يعمل به، كأنه مركون، استغفر الله وتوب إليه، كأنه مركون هكذا على جانب. لنسأله هو يا إخوان، نعتقد يقينا بأنه هو وحده. وحده، تعرف إيش يعني وحده؟ وحده نقول لا الله، بعدين نقول إيش؟ وحده شريك له، لا إله إلا الله، نقول وحده، نقول لا شريك له في كل هذه الأشياء. وحده أول شيء، لا إله إلا هو ووحده، ولا شريك له في كل شيء، في الخلق، في الرزق، في النفع. فكم تتغير حياتك بهذه الرسالة العظيمة، رسالة لا إله إلا الله. كم يتغير وجه الكون عندك عندما تبصر هذا الكون بأنه في كل تصاريفه إنما تنبثق منه الأحداث والأفعال والحياة والتغييرات والآثار بإذن الله وأمره. كم أنت ترتاح، كم أنت تطمئن، كم يسكن قلبك، كم يرتاح فؤادك، كم ينتهي عندك القلق والاضطراب والهم والحزن. والعكس، كم يعيش الإنسان في الهموم والأحزان والغموم والتحديات وتقلبات الحياة عندما يولي وجهه إلى غير الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يريد أن يكرمك، يريد أن يرفع مقامك، فيجعل مقامك معه مباشرة، يعني يجعل توجهك، عفوا، توجهك معه مباشرة. تقضي حوائجك وتستفتح خزائن الله بركعتين عند اليقين عندك أنه هو. هذا التغيير الذي جاء في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. مجتمعنا وأمتنا ونحن قبل ما محتاجين اليوم أكثر ما نكون إلى المعلومات أيها الأخوة الكرام. صدقوني أزمتنا ما أزمة معلومات، ما أزمة معارف. عندنا دور نشر ومكتبات تنشر جبال من الكتب، جبال من المصاحف. لو تجمع المصاحف، تجمع المصاحف المنقولات في العالم العربي والعالم الإسلامي، جبال ما شاء الله، وكتب السنة وكتب السيار وكتب الفكر الإسلامي وكتب الفقه الإسلامي والعقيدة، كتب وكتب الأذكار كم. لكن أين العمل؟ أين العمل؟ نفتقد أن نفتقد الأعمال، ونفتقد أن تكون هذه الحقائق تأتي في حياتنا، تأتي حقيقة في حياتنا، تأتي في واقعنا، تغيرنا، نشعر نحن معها بالتغيير. يقيننا ما يكون على الدنيا، يكون عقلنا وفكرنا تصورنا يقين على الآخرة. تربى على هذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحوا لا يفكروا في الدنيا